يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك حسنا. لله الحمد، يكرمكم في الدنيا وفي الآخرة. يعافيك رب. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله أول شيء في آخر درس كان في عندك سؤال تحب تسأل ولا ناسي؟ طيب هنا نبدأ إن شاء الله، نتوكل على الله إن شاء الله خير. إذا بتحتاج تسأل نفتح المجال. يعني بالنسبة لاسم المهدي، يعني شخص اتخذ هذا الاسم، يعني هل هو اسم المهدي هو ما اسموش المهدي؟ هذه صفة من الصفات، انه في احد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه يهديه الله في ليلة او في يوم وليلة، فهو يهدى في فترة زمنية معينة الى شيء معين، او يصلحه الله في ليلة، او انه يهديه على شيء معين، او الناس تهتدي عليه بطريقة ما، فهي صفة يعني اخذت من مجموعة حيثيات موجودة تتعلق بالمهدي فهي صفة. السؤال الثاني مرتبط بكمل الأولين، يعني هو مهدي يعني العلامة إنه يهدى في يوم زي ما حكيت في ليلة، إنه بيجي بيبيعوا لهذا الأمر، اليوم بيحكوا نشوف 50 أو 60 واحد يقول لك أنا مهدي وهاي علامة، هو بيكونش عارف نفسه أصلا. كلام سليم. يعني هذا الموضوع يعني للإخوة اللي بتابعونا، الأخ الكريم بيسأل إنه يعني المهدي بيعرف حاله بيعرفش حاله، وليش كثرة الناس اللي بتقول عن نفسها وتدعي عنها نفس. هذا المباشر فيه تشويش، في المصلى القبلي فيه عليه تشويش، فيش مشكلة، بس هذا إذا طفى قول لي أعطينا. هذا اللي طفى مشكلة، إذا هذا طفى معناه هذاك بطفي معاول. يلا خير إن شاء الله. بدهم صيانة للأجهزة إن شاء الله خير. ففي الفترة الأخرانية في الوقت اللي احنا عايشين فيه كثرت الناس التي تقول عن نفسها أنها هي المهدي. طب يعني الأخ الكريم بيقول إنه هو يعني صار سامع 50 60 واحد، أنا صرت سامع عن يمكن فوق 1000 واحد، وبيخاطبوني وبيحاثوني وبيجادلوني على انهم هم المهدي. والناس اللي بتحكي على اساس انه هي المهدي يعني هي مقسومه الى قسمين، قسم بتطلع على الصفات اللي مذكوره فيها حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وبقيسها على نفسه، فبيلاقي انه هاي الصفات شو مالها بتنطبق عليه، فشو بقول انا المهدي لانه في احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام اسم المهدي قد يكون كذا، واسم ابو قد يكون كذا، وهو اقنى الانف، وهو اجلى الجبهه، وهو كذا، يعني بياخذ الصفات بقص على نفسه بقول لك هاي الصفات تنطبق علي، فمعناه ايش؟ انا المهدي. هذا القسم الاول. القسم الثاني شو بقول؟ بقول انا رايت رؤيه، في الرؤيه بتقول لي الرؤيه انه انت المهدي،
يعني هدول الجماعتين يعني كتير ناس بيحكوا معاي واحدة من هدول التنتين، يعني معظمهم غالبيتهم على واحدة من هدول الشكلتين، إما إنه هو قاس الصفات على نفسه أو إنه هو شاف رؤية في المنام بتقوله إنه هو المهدي. هلا بالنسبة للصفات، يعني لو أخذنا القسم الأولاني اللي بتكلم عن نفسه إنه صفات المهدي تنطبق، نطلع هلا نسأل هاي الصفات اللي أنت قستها على نفسك وانطبقت عليك، السؤال البسيط اللي نسأله، هل هاي الصفات قد تنطبق على غيرك ولا لا؟ أكيد ما في واحد راح يقول لا تنطبق علي مش راح تنطبق على غيري، الكل بيجاوب نفس الإجابة إنه ممكن أنها تنطبق على غيري. فإذا قلنا إنه هي بتنطبق عليك وتنطبق على غيرك، فكيف أنت زكيت نفسك إنك أنت المهدي ومنعت إنه غيرك يكون هو المهدي؟ بأي حق؟ إذا أنت وياه اشتركتوا بهاي الصفة. وهلأ لو جينا سألنا السؤال اللي بعدي، يعني بعد ما هو شوي يهدى من هاي السؤال بسأل السؤال اللي بعدي، بقول له طيب أكم من واحد بتعتقد تنطبق عليه هذه الصفة؟ أكم من واحد؟ فبصير الجواب إنه بالآلاف ولربما بعشرات الآلاف، بعشرات الآلاف ممكن إنه تنطبق عليهم صفة المال. فمعناه أنت عمالك بتميز نفسك مش عن شخص، المنافسة مش بينك وبين شخص، المنافسة بينك وبين آلاف ولربما عشرات آلاف الناس اللي فيهم نفس الصفات. فبأي حق أنت أعطيت لنفسك الجائزة وقلت عن نفسك أنك أنت المهدي وكل هدول التانية حطيتهم على الشقة؟ ولو يعني إحنا افترضنا، أنه الصفات تنطبق عليك وانت بتقول يا عمي طيب انا بدي اشارك في المسابقة، لاني انا شاعر اني انا المهدي، نيجي نقول له طيب بعد هيك نيجي نطلع على احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نتعلم اكثر عن حياة المهدي، شو راح نلاحظ؟ نلاحظ انه في الاحاديث انه المهدي في النهاية يفر من البيعة، بهرب من الناس اللي جايبين جايين يبيعوه، بهرب منهم من منطقة لمنطقة وبلعقوه في النهاية يهددوه بالقتل. طيب نيجي نجيب هاي الحالة، اللي حدثنا عنها الرسول وبتقول انه المهدي يفر من البيعة، ونيجي نجيبك انت اللي بتقول ايش انا المهدي، فنقارن احنا على مين نرد؟ نرد على واحد بقول عن نفسه انه هو المهدي، ولا نرد على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بقول انه المهدي يفر من البيعة؟ فتلقائيا بتصير من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام القاعدة الأولى عريضة اللي منحطها عشان نستثني مش نثبت، نستثني. يعني لو فرضنا انه احنا جينا وضعنا قاعدة عريضة وقلنا هاي القاعدة فيها عشرات آلاف الناس وهدول يحتمل انهم يكونوا المهدي، فالعملية بتصير بأول إيش بإيش؟ بالغربال، بالاستثناء. في الاستثناء القاعدة الرئيسية إنه إحنا نستثني من هؤلاء الناس، إنه كل واحد بقول عن نفسه المهدي شو منسوي؟ من طلعه مباشرة من فين؟ من المجموعة، ومنقول إنه ليس هو المهدي، والدليل على إنه هو ادعى إنه هو المهدي. فادعاء المهدوية يخرج من البحث، من عملية البحث نستثنيه بهذا الادعاء. فمباشرة أي إنسان بيقول أنا تنطبق علي الصفات لذلك أنا المهدي، شو بنقول له؟ بنقول له ليس أنت المهدي، مش أنت المهدي، لأنك قلت أنك أنت المهدي انتفى الموضوع وانتهى الموضوع وأغلق الموضوع، لست أنت المهدي. هلا نيجي للقسم الثاني، اللي بيجي بيقول أنا رأيت رؤية وهي الرؤية شو مالها؟ بتقول إنه أنا المهدي. هلأ أحياناً يعني بحدثني أشخاص وهم كثيرون يعني بالمئات ولربما بأكثر من مئات، بقول لك أنا يا شيخ شفت رؤية والرؤية فيها الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام شو بقول لي؟ بقول لي أنت المهدي، عشان هيك أنا المهدي. هلأ نيجي نقول له طيب يا عم ماشي الحال، إحنا ما بننكر رؤية فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خبرنا إنه من رآني في المنام فقد رآني، فكأنما رآني في الحق في اليقظة، أو أنه رآني حقا. ما في مجال إنه إحنا ننكر رؤية فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله. ولكن
هل انت فعليا متأكد انك انت شفت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لربما انت كنت واهم. هذا السؤال ليش بنطرحه؟ لانه مش شخص ولا شخصين حدثوني انهم شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول قال لهم انهم المهدي اكتار. فمعناه لا يمكن ان يكون الجميع صادقين. بديش اقول صادقين ولكن دعنا نقول محقين. بديش انا اقول صادق كذاب، بدي اقول مصيب ومخطئ. لانه احيانا الانسان يتوهم، انا ما بدي اتهم فلان بالكذب، مع انه من المحتمل على سبيل المثال جهاز مخابرات في دولة معينة انه هو ينتدب انسان وشو يقول له، ويقول له شيع بين الناس انك انت شفت الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول قال انك انت المهدي، فيبدأ يتكلم وهو يعلم انه لم يرى المهدي. هذا يكون كذاب ومدسوس على الناس. عشان شو يسوي؟ الناس تتقرب عليه ويجمع منهم معلومات مضبوط ولا لا، ويسوي خطط. هذا الاشي وارد، ولكني سأقول انا لن اتهم اي انسان بالكذب. ما بدي اقول فلان مدسوس او كذاب، ولكن لا يمكن، يستحيل انه بديش اقول 3 4 5، يستحيل ان تأتي رؤية من الرسول عليه الصلاة والسلام لشخصين وتقول للشخصين انت المهدي. مستحيل. ليش؟ لانه رؤية الرسول رؤية حق، ما في عنا مهديين، شو في عنا؟ مهدي واحد. عشان هيك لما تكثر الرؤى وفيها كتار ناس بشوفوا او بقولوا، بديش اقول بشوفوا، بقولوا انهم شافوا الرسول وبقولوا لهم انهم المهدي، شو بنقول؟ نقولوا عم اهلك، طور روحك شوي، لازم نفحص ونشوف. فاول شيء انا بالنسبه لي شو بسوي؟ باخذ الرؤيه اللي هو شافها وابدا ابحث عن ثغرات، مش عن شيء يثبت، لا بالعكس، ابدا ابحث عن شيء ينفي هذه الرؤيه، ابحث عن شيء يخطئ هذه الرؤيه، ولا ابحث عن شيء يحققها او يصدقها. ليش؟ لانه التصديق اجى من الطرف الثاني. انا شو مهمتي؟ اني افحصها. ففحصها شو بكون؟ بتخطيئها، ان انا بدي اخطئها. وكيف بدي اخطئها؟ مش بالراي ولا بالشور، انما بوجوب عيب في هذه الرؤيا يناقض قال الله وقال الرسول. اذا ثبت انه هذه الرؤيا تخالف شيء شرعي، مباشره شو بقول له؟ يعطيك العافيه، هذه ليست رؤيا، هذه اما انها حديث نفس او وسواس شياطين، ولا ربما كانت اضغاث احلام، وانت تتوهم انك رايت الرسول عليه الصلاه والسلام وانت لم تراه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام ياتي بصوره واضحه، والرسول قال من راني. يعني كثير ناس مش بقول لك يا شيخ انا شفت الرسول في المنام وبقول لي انه انا المهدي، تبدا تقول له طيب اروي لي، فإذا به يرى على سبيل المثال شخص من ظهره ما شاف وجهه، وهذا الشخص من ظهره بحثه بقول له أنا الرسول، فكيف أثبت لنفسه أنه هو شاف الرسول؟ أنا بدي أسألك عن صفاته الخلقية اللي معروفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام عشان أتحقق أنك أنت فعليا شفت الرسول. فمباشرة لما يبدأ يقول لي أنا شفت نور، أنا شفت إنسان من ظهره، أنا سمعت صوت، انا اعتقد انه انا شفته هو الرسول، هذه كلها مباشرة شو بتسويني؟ بتخليني اني انا انفي صدق رؤيته واخطئها للصالح العام. والشخص الذي يروي هو اول المستفيدين، المصلحة الرئيسية له هو اول شيء. لانه انسان يتوهم سواء بحديث نفس هو بيوهم نفسه، أو بوسواس الشيطان بوسوس له أنه أنت المهدي، على الشاكلتين هذا الإنسان سيضر بطريقه بضربه. فهو أول من يتوقف في مكان كذا وكذا وقل في الناس أنا المهدي، مباشرة شو بقول له هذه تخالف ما نعلمه من قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه احنا بنعرف أنه المهدي ستتم بيعته بين الركن والمقام، مش انك وقف في ذلك المكان وشيع في الناس. ومباشرة شو منقول؟ نستثني، عملية الاستثناء. نستخدم اسلوب الاستثناء حتى في النهاية يبقى عنا اناس، الناس اللي بتتبقى عنا
الناس اللي بتتبقى في القاعدة قليلة جدا جدا، وهدول ناس أول إشي عمره ما وقف بين الناس وقال أنا المهدي، وعمره ما قال حتى إلي وهو يحادثني إنه أنا المهدي. أحيانا يعني مثل الشخص اللي بعتلنا رؤى فيها كثير كثير من الرؤى فيها الرسول، يعني أنا أعتقد إنه هي ليست صحيحة وإنه هي حديث نفس أو وسواس الشيطان، وأنا أريد أن تريحني تريحني وتزيل عن كاهلي هذا العبء، يعني كأنه في على ظهره حمل تقيل وبده يزيحه عن ظهره، فبدي تسمع هاي الرؤى حتى يعني تضع أصبعي على خلل حتى أرتاح إنه هذه الرؤى ليست بصحيحة. يعني من هذا المدخل بدخل لي، من هذا المدخل دخل لي من هذا المدخل. فلما يبدأ بهذا الأسلوب، عليكم السلام ورحمة الله، فلما يدخل من هذا الأسلوب له يبدأ قص، بيبدأ يقص. هلأ تبحث في الرؤية في الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم كما يصفها كما نعلمها في السنة، في الأحداث اللي موجودة هل فيها ما يخالف الشرع، ما فيها. الرؤية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، نفس الشيء. فكل الرؤى اللي بعتلنا إياها، ولا يمكن بعتلنا أكثر من 100 رؤية ومعظمها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا فيها شيء يخالف الشرع أو إنه هو ينقض أو يخرجه من القاعدة. هلأ حتى يا إخواني مع هذا الشخص الأخ الكريم نقول إنه هذه الرؤى لا تثبت له أنه هو المهدي، ما تثبت لهش أنه هو المهدي. لا نستطيع أن أقول يا أخي الكريم والله أنت بعتلنا 100 رؤية أو 150 رؤية أو 160 رؤية أو أكثر أو أقل، وفيها الرسول في معظمها وحدثنا كذا وكذا وكذا وكلها توافق الشرع، منها خلاص إحنا شو بدنا نقول، بدنا نقول أنت المهدي. لا يجوز، لا يصح. ليش؟ لأنه لربما جاء شخص آخر عنده حمل أكثر من هذا الشخص، لربما مين بعرف ما منعرف، وأيضا لربما لم يكن ولم نكن في زمان المهدي، مين بعرف ما منعرف ما منقدر. إنما ما يمكن أن نقول له إنه أنت على السكة. شو يعني على السكة؟ يعني أنت لحد هلأ حدثنا بأمور لم نستطع أن نخرجك من الدائرة من القاعدة، أنت موجود في القاعدة فأنت موجود، لا نثبت لك المهدوية إنما لا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها. يعني في أشخاص يعني في هذا الحال، فنحن لا نستطيع حتى بوجود رؤى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن نثبت لشخص إنه هو المهدي. وأحيانا الشيء الأصعب اللي بيصير، أحيانا بيحكي معاي شخص بقول لي يا شيخ أنا رأيت رؤية إنه فلان هو المهدي، فلان هو المهدي، فبتقول له يعني هذا لا يثبت. بيجي بيحكي معك شخص تاني، شخص تاني مختلف كليا، بقول لي يا شيخ أنا شفت رؤية فيها الرسول بقول عن فلان نفسه، نفس الشخص نتكلم عنه إنه هذا الشخص هو المهدي. وبيجي بحثك ثالث ورابع وخامس وسادس إنه شخص معين هو المهدي. يعني مجموعة من الناس تجتمع عندها رؤية معينة إنه شخص معين هو المهدي. هلا لو فرضنا إنه في قاعدة مجموعة من الناس تحدثت وقالت إنه فلان هو المهدي، وفلان اللي تحدثوا نفس عنه شو قال لك؟ قال لك أنا المهدي، مش أنا اللي أثبت لنفس المهدوية، الناس هي اللي تثبت لي إياها. مباشرة شو منقول؟ أيضا هذا الشخص نخرجه من الدائرة أنه هو إيش؟ المهدي. بغض النظر يعني حتى لو اجتمع له أناس كثيرين، وفي درس سابق تكلمنا عن قصة لأحد عباد بني إسرائيل أو أعبد بني إسرائيل اللي هي برصيصة أو برصيص اللي كان فيها، وشفنا كيف أنه ممكن الشيطان يبث في المنام لأكثر من شخص نفس الرؤية فيستيقظ على نفس الرؤية، فلربما كانوا هؤلاء موهومين. هلأ ممكن لو شخصين 3 4 5 6 7 رأوا رؤى تتكلم أو تحيط إنسان معين أنه هو المهدي، وهذا المهدي شو قال لك؟ لا أنا يستحيل أن أنا أكون المهدي. شو منقول؟ نقول تعال يا عم أنت فين بدنا نحطك؟ حطك ضمن المجموعة اللي موجودة على السكة، ولكن لا نثبت لك المهدوية، لا نستطيع أن نثبت لك المهدوية إنما لا ننفيها، لأنه في شواهد
في شواهد موجودة. فالأشخاص حاليا اللي يدعوا المهدوية كثيرين كثر، وكل ما إحنا قربنا أكثر لوقت المهدي شو راح نلاقيهم؟ عملهم بيزيدوا وبيكثروا. ليش؟ لأنه حزب الشيطان، كيف إنه في عنا إحنا إشارات؟ مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه تكادون أن تكونوا جند مجندة، جند في العراق وجند في الشام وجند في اليمن، وبعدين حكينا عن عمارة بيت المقدس وخراب يثرب، بعدين حكينا عن موت خليفة وقت التال الثلاثة والرايات السود، وحرك لما وصلنا للرايات السود شو قللنا؟ فإن فيها المهدي فبايعوه ولو حبوا على الثلج. يعني حطلنا محطات، انه في عندك محطة 2 3 4 بعدين فين توصل ايش محطة المهدي؟ في محطة انت مثلا لقيت الرياض السود مثلا هدول داعش او عملوا الرياض السود حطوا لهم خليفة، فالناس صارت تتبع او قالوا العمامات السود وهم طبعا يعني. اذا نفس الفكرة، نفس الفكرة. يعني لو جينا لاي مرحلة من المراحل وجاء شخص ادعى انه هو مرحلة من هاي المراحل او جماعة، زي على سبيل المثال الرايات السود مثلا، اجت داعش او تنظيم الدولة شو قال لك؟ انا الرايات السود، انا الرايات السود اللي فيها المهدي. وبعدين اجى شخص منهم نسب لنفسه المهدويين. فنقول اذا هذه المرحلة جاءت قبل الترتيب اللي حطلنا اياه الرسول عليه الصلاة والسلام، شو منعرف؟ ان المرحلة كلها غلط. يعني الرايات السود، الرايات السود اللي احنا تكلمنا عنها فين موجودة؟ بعد موت خليفة وقت تال ثلاثة على كنز الكعبة تأتي الرايات السود وفيها المهدي، ولسه موت خليفة وقت تال ثلاثة ما جاءت. فكيف بدها تيجي الرايات السود قبل؟ فمعنى الرايات السود اللي جاءت قبل بنعرف مباشرة شو نقول؟ انه هي اما مزورة او مدسوسة من جهات الشياطين دسها علينا، او انه لربما كانت البذرة اللي شو بدها تسوي؟ بدها تسوي هاي الرايات السود. ولكن ان تطور الامر عندهم ان هم ادعوا انه فيهم المهدي، شو منقول؟ هاي صار في ايش؟ تجاوز للحد. فنخرج هذه المرحلة كلها من السياق. وهذا اللي صار. يعني انا اذكر قبل عدة سنين لربما في 2016 و2017 كثير من المنتسبين الى داعش في سوريا وفي العراق كانوا يراسلوني على اساس انه انا يعني اثبت انه هم الرايات السود. فانا وضعت لهم شرط. الشرط كان انه هم يعلنوا انه هم في انتظار المهدي، ولما ياتي المهدي ايا كان يبيعوا. فان وافقوا، يعني انا اتكلم في دروسي، هو ايد ما يفعلوا، الا انهم يعني اخرجوا بيان في ذلك الوقت انهم في انتظار ايش؟ في انتظار عيسى عليه الصلاة والسلام. هلا عملية انتظار عيسى بنعرف انه بيجي بعد المهدي بقديش؟ عيسى بيجي في اخر يوم من ايام الاعور الدجال. يعني بيجي المهدي بعد بخمس او سبع او تسع سنين بيجي الاعور الدجال، مكث الاعور الدجال 40 يوم. في اليوم الأربعين بنزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهم لما ينتظروا عيسى شو معناه؟ هم قفزوا عن إيش؟ قفزوا عن المهدي. شو معناه؟ معناه المهدي موجود عندهم في عقيدتهم، في ترتيبهم، في منهاجهم، إن هم بدهم يثبتوا المهدوية لشخص موجود فيهم. عشان هيك، لأنه المهدي عندهم، شو بنتظروا هلأ؟ بنتظروا عيسى. عشان هيك أنا ما وافقتهم، وبالعكس تكلمت انه لا يمكن ويستحيل ان تكون هذه هي الرايات السود التي تأتي في اخر الزمان وقبيل مجيء المهدي او في لحظات مجيء المهدي. عشان هيك انا رفضت هذا الامر. سيدي خليفة، يعني تكون خليفة قبل المهدي او اسم خليفة رئيس، يعني هو خليفة ذكر الخليفة. هلا لما ناتي للمهدي، نجي للمهدي. المهدي لما ياتي شو راح يكون؟ راح يكون خليفه المسلمين، مزبوط ولا لا؟ هو الخليفه. هلا لو جينا للترتيب النبوي، الرسول عليه الصلاه والسلام لما رتب لنا
أنه تكون فيكم نبوة، ثم تكون فيكم خلافة، ثم يكون فيكم كذا وكذا، ثم في النهاية يجب يكون فينا خلافة على منهاج النبوة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه في خلافتين على منهاج النبوة. واحدة تتبع إيش حياته، يعني بعد موته للرسول صلى الله عليه وسلم في عنا خلافة. شو تم في عنا؟ تم في عنا خلافة واحدة على منهاج النبوة، انتهى الموضوع. لما نقول خلافة واحدة على منهاج النبوة شو معناه؟ معناه في عنا خليفة واحدة على هذه الخلافة. شن؟ يقتل الخليفة من العلماء، يقتل خليفة يقتل ثلاثة أمراء على كعبة. طيب بس خلينا نكمل النقطة الأولى. فلما نقول أنه في عندنا خليفة على منهاج النبوة، وهذه الخلافة راح يكون عليها خليفة، والرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عن المهدي على أنه هو خليفة آخر الزمان، شو معناه؟ معناه الخليفة، خليفة على الخلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان مين هو؟ المهدي. لربما كان بعد المهدي خلفاء بتتبعوا، زي كيف الخلافة الأولى كان فينا أربع خلفاء، لربما كان هناك خلفاء. يعني على سبيل المثال، يعني في بعض الأحاديث تشير إلى شخصية اسمها القحطاني، هذا يخلف المهدي، يخلف المهدي يعني خليفة بعد المهدي، يسوق الناس بعصاه. فلربما كان هناك خلفاء بعد المهدي، هذا مش موضوعنا. فين موضوعنا؟ قبل المهدي. هل من الممكن أن يكون هناك خليفة قبل المهدي؟ شو بتقول؟ يستحيل. هلا إذا بدك تسمي نفسك خليفة مش مشكلة، سمي نفسك خليفة، بدك تسمي حالك ملك، زعيم، رئيس، حاكم، خليفة، أنت حر. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تكلم عن ملوك آخر الزمان، ملوك آخر الزمان بلفظ خليفة، بلفظ خليفة، يعني لما قال موت خليفة واقتتال ثلاثة على كنز الكعبة، فهو كأنه اعتبر انه هذا الملك في اخر الزمان شو ماله؟ من الخلفاء، ولكن ليس على خلافة على منهاج النبوة. هلا احنا نتكلم على خليفة، على خلافة، نتكلم عن خليفة على خلافة على منهاج النبوة. اما ما قبلها او ان لم تكن على منهاج النبوة لا نعترف فيها انه هي هذه الخلافة التي حدثنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان. عشان هيك منقول انك انت على سبيل المثال، نرجع لداعش على سبيل المثال، داعش تكلمت عن نفسها انه هي دولة الخلافة، وانه هي الخلافة وعندها خليفة. بدك تسمي حالك دولة الخلافة ما في مشكلة، الاسم انت حر فيه، انتقي ما شئت، انما هذا الاسم اللي انت اعطيته لنفسك لا يجعل منك الخلافة الراشدة على منهاج النبوة اللي راح يأتي فيها المهدي. بتقدر تقول يعني لربما لو هم كان في عندهم قليل من الحكمة لربما قالوا نحن أنصار الخلافة التي ستأتي على منهاج النبوة، نحن نحضر ونهيئ الظروف حتى تتلائم حتى تأتي هذه الخلافة على منهاج النبوة. لو هم اتبعوا هذا المنهاج كان الناس سوت، كان الناس التفت حواليها. بس الناس مش جاهلة، الناس في عندها عقل وتفكر وتتدبر، وفي الآخر في النهاية المسلم عندما يقرص قرصة صغيرة شو بيسوي؟ بترك كل الجمال، بترك كل الموضوع، شو بده فيه؟ إذا أنت إنسان كذب عليك بكذبة صغيرة بتبطل تصدقه، انتهى الموضوع. عشان تتمك مصدقه شو لازم يكون؟ لازم يكون عنده الصدق متصل. إن هو احتال عليك او كذب عليك او خالف شيء ولو لمرة واحدة شو منعرف؟ انه في خلل، وهذا الخلل يعني يضع عليك كثير من علامات السؤال، فان تكرر مباشرة نقوم باقتصاص واستبعاد هذا الامر. نقول عشان هيك نحن نتكلم عن محطات، عن محطات، وفي هاي المحطات منعرف انه المهدي سيأتي في وقت. اول شيء لما يأتي المهدي يعني في أمور يجب أن تكون قد حصلت على الساحة، وإذا إنسان تكلم عن نفسه أنه هو المهدي قبل هذه الأمور مباشرة يستثنى من القائد. في كمان شغلات كانت تصادفني
من الأمور التي كانت تصادفني إنه إنسان بطريقة ما يقوم بتوكيل شخص تاني، طرف تاني وثالث ورابع، إنهم يروجوا له إنه هو المهدي. يعني بيجي شخص بده يثبت لنفسه المهدوي، بس شايف الشيخ قاعد في المسجد الأقصى وبنبه الناس بقول لهم ديروا بالكم، مش حتصدوا أي واحد بقول إنه هو المهدي. شو بقول؟ بقول إذا أنا قلت للناس إنه أنا المهدي الناس ما راح تصدقني، لأنه في ناس عمالة بتبين لها وتوضح لها وبتفهمها. فشو بدي أسوي؟ بدي أسوي طريقة تانية، بدي أخلي مجموعة من الناس إنهم هم يقولوا عني المهدي. فإحنا منقول من قال عن نفسه إنه هو المهدي أو طلب من غيره إنه يقول إنه هو المهدي. وفي ناس إخواني يعني وصلت فيهم الحال من يأسهم إنهم هم بدهم يثبتوا نفسهم المهدوية، إنه شو يقول لك؟ يقول لك إنه لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين، ما قال إنه خاتم الرسل. وأنا أرسل إلي، أوحي إلي، وكلمني الله، مش إنه شاف رؤيا فيها الرسول. في ناس لسه يعني كانت تتكلم معاي إنه مين اللي حدثها ومين اللي خبرها، خبر إلهي مباشرة من السماء، إنه الله عز وجل في المنام أو حتى في اليقظة شو قال له؟ قال له أنت المهدي. فشو بقول لي؟ بقول لي أنا رسول، أنا رسول وأنا المهدي، والله عز وجل خبرني إنه أنا أشيع بين الناس إن أنا المهدي. في ناس وصل فيهم هذا الحال. طبعا إخواني أنا ما بكفر الناس ولا حتى بتهمهم، لربما كان هذا إنسان مبتلى، الله سبحانه وتعالى يبتلي بإيش؟ بالشياطين. الشياطين اللي حواليه عمالها بتبثله وبتوهمه وبتقول له هذا خبر من السماء وهذا خبر من الله، وأنا بوحي لك وإنت رسول كذا، حتى أنا تؤذي وتؤذي من حوله لربما كان مريض. وعلى الغالب أنه معظمهم لهؤلاء مرضى، معظمهم مالهم مرضى، في عندهم مشكلة اللي بقول لك أنا يوحى إلي. فمرعنا بفترة زمنية قبل أكم من شهر صار في جدال كبير بين الناس معنى نبي ورسول، وأن الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا خاتم النبيين ولكن ليس خاتم المرسلين، وسيكون بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسل يوحى إليهم من السماء، وإن قال الرسالة إن قالت لهم الرسالة أنه أنت المهدي فهو المهدي. فمرأنا في هذه الحالة، وحدثني كثيرون يعني أكثر من واحد كانوا يقولوا لي أنا رسول، حتى بينا الفرق ما بين النبي والرسول، وبينا إنه بداية الرسول شو بتكون؟ بالنبوة، ثم يتليها إيش؟ رسالة. يعني تكون الرسالة أول شيء خاصة بهذا الإنسان فيكون نبي، ثم يطلب منه أن يبلغ فيصبح رسول، كما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، إقرأ ثم أرسل بإيش؟ بالمدثر. يعني كان نبي ثم صار رسول. فالرسول رسول شو هو؟ هو أصلا نبي، الرسول أصلا نبي ثم تطور أو صعد إلى درجة اللي هي درجة الرسالة. فلما نقول لا نبي، يعني سواء اللي وصل لدرجة الرسالة ولا اللي ما وصلهاش، كلهم حال إنه طيب يا شيخ إحنا بدنا نترك كلمة الوحي، أنا مش نبي، أنا مش رسول، أنا لا يوحى إلي، ولكن أتاني إلهام من السماء إنه أنا المهدي. صاروا يستخدموا، صار بعض الأشخاص يستخدم كلمات أخرى في الاحتيال. طيب نيجي نقول طيب يا عم تعال نمسك كلمة الإلهام ونعرضها على الكتاب والسنة مش على أقوال العلماء، اترك من أقوال الإلهام لكل الأنفس، كل نفس منفوسة خلقها سبحانه وتعالى شو في عندها؟ عندها إلهام. هذا الإلهام شو بميز لها؟ بميز لها الفجور، بميز لها الفجور عن التقوى، وليس شيء خاص. لو انت قلت لي والله انا عندي فراسة، انا عندي حدث، انا عندي توقع، طيب هذه كلمات اخرى، ولكن تستخدم كلمة موجودة في القرآن فيجب ان نتبع ايش؟ شو بده يكون الحكم على هاي الكلمة؟ مين؟ القرآن نفسه. القرآن نفسه هو اللي بده يكون الحكم، اين استخدمت هذه الكلمة في القرآن الكريم وكيف استخدمت. ففي ناس بدأت تستخدم كلمة الإلهام بمعنى الوحي، كلمة الإلهام بمعنى الوحي.
بينفع يكونش. خذوا كلمة. فبدأت أناس تستخدم كلمة الإلهام بمعنى كلمة الوحي، يعني أنا مش يوحى إلي ولكن أنا ملهم وهذا الخبر من السماء. خبر السماء يخون. تكلمنا وأيضا أعطينا بضعة دروس في معنى الوحي، وشفنا إنه الوحي هو طريقة تخاطب بين جهتين، بين جهتين قد تكون على سبيل المثال بين الإنس والجن. شو اسمها؟ وحي، يوحي بعضهم لبعض. يعني هدول الكلمات اللي استخدمها القرآن الكريم إنه ممكن الوحي إنه هو أو الجن يوحي لمين؟ للإنس. طالما إنه الجهتين لا يتكلموا بنفس اللغة، عملية التخاطب بيناتهم شو بتكون؟ عن طريق الوحي. يعني حتى لو جاء إنسان على سبيل المثال أبكم ما بيحكي وصار يسوي لي حركات بالإشارة، هذا شو بنسميه؟ وحي. هو بيوحي لي شو اللي بده إياه، هو بيوحي لي شو اللي بده إياه. فهو الوحي، الوحي اللي موجود مع الأنبياء من فين بيجي؟ بيجي من الله عز وجل. عبر مين؟ عبر ملك اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يوحي لجبريل، جبريل يوحي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد يحدث من حوله ويخبرهم وينبئهم ويعلمهم. لأنه ذات الله عز وجل تختلف عن ذات الملائكة، فالخطاب بيناتهم شو بيكون؟ وحي. وذات الملائكة تختلف عن مين؟ عن ذات البشر، فالخطاب بيناتهم شو بيكون؟ وحي. أما سيدنا محمد ما بيوحي للي حواليه، شو بيسوي؟ بيخبره. لما يجي واحد يقول لي أنا يوحالي من السماء، طب مين اللي بيوحي لك؟ معناه يا أما ملائكة يا أما الله عز وجل. والملائكة لا توحي إلا لمين؟ إلا لأنبياء. والله عز وجل يوحي لمين؟ يوحي للملائكة. نعم في رسل، يعني الله سبحانه وتعالى كان ينقل لهم الوحي مباشرة، زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، زي سيدنا آدم، هذول نسميهم مكلمين. يعني سيدنا آدم وسيدنا موسى نبي ورسول ومكلم، يعني الله سبحانه وتعالى يكلم مباشرة دون مين؟ دون الملائكة. دون الملائكة وحي من الله لا موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن بغض النظر إذا أنت قلت أنه يوحالي من السماء، واحدة من تنتين، إما عبر ملك أو من الله عز وجل، وهذا انقطع مع إيش؟ مع انقطاع النبوة. فلما نقول أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، فهو خاتم المرسلين، وهو خاتم من يوحى إليهم. بعد ذلك شو في عندك؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير بصير. فبتصير أفعال إحنا منسويها ترسم في النهاية قضاء الله وقدر الله. عشان هيك الصادقة سيدة في الزمان، الرؤية الصادقة بتكون في أي نعم. الرؤى الموضوع مهم. يعني حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى أو لم يتبقى أو لن يتبقى في آخر الزمان من مبشرات النبوة غير إيش؟ الرؤى الصالحة. الرؤية الصالحة إما أن تراها، يراها إنسان أو يراها له شخص آخر. عشان تكون رؤية صالحة يجب أن يكون عند الشخص اللي بيرى الرؤية أو اللي بده يسمعها عنده القدرة أنه يميز أضغاث الأحلام، لازم يميز أضغاث الأحلام، عن حديث النفس، عن وسواس الشياطين، عن الرؤية الصالحة. إذا ما كان في عنده قدرة إنه يميز بين هدول، يعني سيلبس عليه، يعني ما راح يقدر يتعامل مع الأمور، وقد يعني يحيد عن الطريق المستقيم. فأحياناً يرى إنسان شيء في منامه، في لما ينام بيشوف شيء مباشرة، بقول لي يا شيخ أنا شفت رؤيا. طب يا عمي طور روحك، كيف أنت عرفت وكيف أنت حكمت ومالك بتقول لي إنك شفت رؤيا؟ ليش؟ وحتى مش بقول لي رؤيا، شفت رؤيا حق. فبقول له كيف انك انت بتقول انك شفت رؤيا حق؟ لعلها اضغاث احلام، لعلها تحديث نفس، لعلها وسواس شيطان، ولعلها رؤيا حق. انا ما بدي ابخسك حقك انه هي ممكن تكون رؤيا حق، هذا موارد، ولكن لابد من فحصها. طيب حدثنا، فيبدا يحدث. كل الشغلات اللي بحدث فيها تتمحور حول ايش؟ حول مشكله موجوده عنده في حياته.
موجود عندك مشكلة في حياته. احنا في المثل الشعبي عندنا شو بنقول؟ اللي على بال ام حسين بتشوفه في الليل، اللي على بال ام حسين بتشوفه في الليل، يعني طول نهارها مشكلة هي وكنتها. شو بتجي يا كنتها فين؟ في المنام، ست احلام فيها. طب ما انت عايشة هذا الاشي وكل تفكيرك فيه من الاشي الطبيعي انك شو تسويه تشوفيه في الليل. هلا واحد على سبيل المثال يعني بنشوف همه، كل همه انه هو بده يوصل للمهدي، بيقول لك انا تعبان، انا طهقان، انا عيان، انا مش قادر اصبر، انا بطل في عندي صبر، انا بدي المهدي يظهر. هيك حياته. بعدين شو بقول لك؟ بقول لك انا شفت رؤية انه فلان هو المهدي الحق. مباشرة شو بتقول له؟ تعال يا عمي اصبر، انت انسان، انسان حياتك، حياتك ترتيبة حياتك في يومك وليلك بيش مرتبطة باعتقادك او انك انت بدك تخرج المهدي. فكونك بدك تخرج المهدي في حياتك، مباشرة دماغك الباطن شو بصير يفكر؟ انه هو يتعلق في اي انسان قد تنطبق عليه الصفات عشان شو يسوي؟ يقول عنه المهدي. فهذا الاشي بدنا ننتبه عليه. يعني انت بدك تقيس الرؤية تبعتك بافكارك اللي موجودة. هلا اذا انت كان في عندك قدرة شرعية من الداخل انك انت تترك الامر لله عز وجل. شو يعني تترك الامر لله عز وجل؟ يعني انا كانسان مؤمن انا اتمنى خروج المهدي، اتمنى خروج المهدي. ليش؟ لانه يعني ستحل عليه او على يديه كل المشاكل، وستقام الخلافة، وسترتاح الناس، وسينتشر العدل، وسيموت الباطل، ويعني كل الامور الجيدة ستحدث بخروج المهدي. الا اني لا يمكن اني استعجل هذا الخروج. ليش؟ استعجال لخروج المهدي شو معناه؟ انه انا بصير بدي افصل الشغلات تفصيل على فلان وعلى علان حتى انها تتوافق وتسوي سيناريو فيلم، كأنه فيلم انتج وانتاج واخرج واخراج حتى انه يتحقق الشيء اللي انا اتمناه. انا ما اتمناه انه يحدث امر الله عز وجل. فأنا من ناحية شرعية أحب خروج المهدي، إلا أني لا أستعجل هذا الخروج وأرضى بكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأمر شو لازم يكون؟ لازم يكون كل مسلم. الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ بقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. شو يعني أتى؟ ما قال سيأتي، شو قال؟ قال أتى. شو يعني؟ يعني إذا حدثك الله عز وجل أو حدثك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءت أي قرآنية أنه في شيء سيحدث، أنت كإنسان مسلم السؤال هل تحتاج أن ترى الحدوث بعينك للتصديق ولا بتصدق الله مباشرة؟ أنا أصدق الله مباشرة، شفت أو ما شفت. إذا الله سبحانه وتعالى قال لي في 7 سماوات، شو بقول؟ في 7 سماوات. هل أحتاج إني أشوف 7 سماوات؟ لا. إذا الله سبحانه وتعالى قال لي في جنة، شو بسوي؟ بقول في جنة. هل أحتاج أن أرى الجنة؟ لا. إذا الله سبحانه وتعالى قال لي في نار، شو بقول؟ في نار. نفس الشيء لما الله سبحانه وتعالى يقول لي إنه في وعد حق وسيتحقق وسينتصر المسلمين وسيدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، في وعد حق. هل أحتاج إني أنا أكون في هذا الوقت في هذه اللحظة حتى إن أنا أصدق ولا بصدق مباشرة؟ بصدق مباشرة. عشان هيك لا أتعجل الأمور. تعجل للأمور شو معناها؟ تغيير المسار أو الوقوع بحبائل الشياطين، شياطين الإنس والجن، لأن أنا مستعجل لشيء معين. زي الطماعين، على سبيل المثال واحد طماع بيجي واحد محتال، شو بيجي؟ بروح بيشتري له مثلا 10 جرامات ذهب، ببردهم بسويهم نعمين، بعدين بروح على منطقة وبرشهم على الأرض، وبيجي لهذا الزلمة بقول له تعال اكتشفت هذا الاشي، هذا الجبل إلي، هذا الجبل كله إلي بس مليان ذهب، خذ شوية تراب من هون وروح افحصهم في المختبر. بياخذ هذا مسكين الترابات، بروح افحصهم في المختبر، شو بقول له؟ بقول له فيها ذهب، مزبوط فيها ذهب. فبيطمع، شو بيشتري منه؟ بيشتري منه كل الجبل. هذا من ايش؟ من الاستعجال. احنا ما لازم نطمع ونستعجل الامور، لانه الطمع في حدوثها واستعجالها شو بسبب؟ بسبب او بيعطي الشياطين امكانية انها تحتال علينا وتوقعنا في فخوخها مصيدة. انا كانسان مسلم يجب
علي أن أصدق الله وأصدق الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو لم تره عين. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أتى، ما قال سيأتي، يعني ما تستنى ليجي، أتى لأن أنا قلت أنه سيحدث فهو حدث عندك في يقينك في إيمانك في قلبك في عقيدتك في وجدانك في عقلك في لبك، يجب أن تعلم أنه حدث حتى في إيش؟ في المستقبل. فلا تستعجلوه، لأنه استعجالك الأمور شو معناها؟ إذا أنت الله سبحانه وتعالى بقول لك سيحدث شيء بعد عام، أنت بتقول لا بدي إياه هلا، كأنك بتقول أنا عندي فهم أكثر من ذات الله عز وجل، الله بده إياه في وقت معين وأنا بدي إياه هلا. وهذا شو اسمه؟ هذا اسمه يعني كأنك أنت تعترض في شبهة اعتراض وتتألى على الله سبحانه وتعالى، وكأنك تعتقد أنك أنت عندك حسن تدبير أكثر من الله عز وجل. فلا يجوز الاستعجال ولا بأي حال من الأحوال. يعني هذه يعني محطات من هنا وهناك بشأن المهدي والناس اللي كترت أنه هي بتكون المهدي. لا شك يعني نختم في هذه العبارة، لا شك أنه كثير ناس إخواني من ألمها الداخلي على حال المسلمين يعني هذا الألم يتحول داخلها أنه هي تريد الخلاص. الله أكبر الله، ولأنها مش شايف الخلاص أنه المهدي جاي، يتحول هذا الشعور أنه هي تفكر حالها أنه هي المهدي. وآخر دعواهم الحمد لله والسلام. مرحبا بك. يشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة ولا إله إلا الله. السلام عليكم. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين للدين.
عدلا ويقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد.